كده الشكل بتاعنا النهائي يا حبايب قلب المكرونة اتطبخت بقى جميلة قوي، وطبق كفتة فريه في الذرة جميلة، وهنا طبق زيتون، وكده غدانا على قدنا وجميل ونحمد ربنا ونقدر نبدأ الحلقة معاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهاردة نعمل مع بعض فيديو خفيف خالص معاكم، جايبين نص كيلو هنعمل مع بعض المكرونة المحمرة جميلة قوي يا حبيبي. نص كيلو من المكرونة، بصلاية على 3 فصوص ثوم، عصير الطماطم يكون مركز، هننزل الوقت بالمكرونة في الزيت، الزيت بتاعنا على النار بيسخن والزيت سخن، هننزل بالمكرونة وعلى معلقتين ثلاثة لسان عصفور. كده يا حبايبي اقلبوا في المكرونة عشان كلها تاخد لون واحد، ما تسيبوهاش وتروحوا في اي حتة تانية وتاخد اللون بتاعنا الذهبي الجميل اهو. دي مكرونة الافراح، احلى مكرونة ممكن تعملها احسن من المسلوقة، لكن دي جميلة، دي بتاعة الافراح اللي اولادنا كلها بيحبوها، من كنت فرح ولا حاجة بيحبوا المكرونات دي اوي في الافراح. هنصفيها من الزيت وهرجع لك. كده يا حبايبي صفتها من الزيت الزيادة بتاعها، وننزل ببصلاية وثلاث فصوص ثوم عليها مفرومين، ولو عندك فلفل الوان بتخرطها شوية، لان ما بيحبوش الفلفل على المكرونة، دي بيديلها تست حلو اوي في المكرونة. وهتنزلي بعصير الطماطم وكوب مية من السخنة، وهسيبيها كده، هديك الطماطم دي هسيبيها كده، وهنرجع نقدمها مع بعض. وكده يا حبايبي البهارات بتاعتنا المشكلة، فلفل اسمر وكمون وكزبرة وورقة ماجي، الماجي دي بيعمل لها طعم جميل، وهنحطها عليها، لازم الماجي في المكرونة يا حبيب قلبي بدي لها طعم جاء، الماجي والكمون والفلفل الاسود ومعلقة صغيرة خالص من الملح. ده يا حبيب قلبي شكل المكرونة وهي على النار، هنطفي عليها وهي الصلصة فيها كده يا حبيبي شوية عشان تبقى فيها صلصتها زيادة، الصلصة بتاعتها زيادة قوي. وكده اما نيجي نقدم هنقدمها مع بعض. وكده شكل اكلنا النهائي يا حبايب قلب، المكرونة المحمرة جميلة وبيض جنبها، وهنا طبق كفتة فريك، وهنا الزيتون بتاعي. وكده نختم حلقتنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.